وطهرت. الله أليم أليم أليم، نحن بنحبك بعد كل فراق. أنا ناطر بنحبك نموت فيك. أنا ناطر اللحظة اللي تخلص يخلص فيها البرنامج. خلص يعني يختاروا النومينيه وما بعرف شو تخلص. فأنا شو أطلع. أنا ما قمت، أنا ضليت قاعدة هيك. فجأة لقيت طهرتني. طهر هيك سوت. الله ركضت طاهرة، بس ركضت، فأنا شنو وقفت أبو علي أهلي أردحت يوم أبو على طاهرة، بعت على طاهرة لقيتها فجأة هي طب وقعت بالأرض. فأبو علي أهلي لا طاهرة عرفتي، رحت على طاهرة لقيت الفستان طايح، أشيل الفستان ولا أشيل طاهرة ولا أروح عند أهلي؟ والله العظيم لا 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 جيت شيلها فهي شو تسوي؟ طاهرة هيك تسوي باي. فقلت لها طاهرة حبيبتي لا تزعلي. أهلي ماما أهلي بابا. لا قعدت معي، لا قعدت معايا ضمتيني وكذا حبيبتي. لا قعدت معي كثير. أنا جيت مش أكلمها وكنترول. أنا لا أنا بهي اللحظة ما عم بقدر أقرب على حدا، لا اللي ضل ولا اللي راح ولا اللي أنا بحب. أنا لاحظت إنه ما بعرف أعمل غير هيك، عم بقعد هيك. انا احس انه انا من نوع من اي شيء بعمله وبمشي عني بتاخر بمشي هيك. انا لسه صرت اسمع مثلا راجعه مثلا بلاقي هيك عالم حواليها انه عم يباركوا له وهيك هيك بقرب انا بطلع على اللي عم يبكي بس كلمه على اهلي بخاف تطلع انا وين انا مين.